السلام عليكم. تعج المدونة الفكرية بدراسات وأبحاث بشأن جدلية الأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثة وعلاقة كل منهما بالفكر العربي الحديث، وثمة مدرستان تتصارعان الرؤية والمقاربة لما ينبغي أن يكون عليه الفكر العربي. فبينما يرى فريق من الباحثين أن أول اتصال للعرب بمفهوم الحداثة حصل مع الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، يرى آخرون أن الأمر أقدم من ذلك، وأن مفهوم الحداثة بالمعنى العربي الإسلامي ظهرت أوائل تباشيره في كتابات ابن خلدون وابن رشد. لكن بغض النظر عن هذين الرأيين، فإن آثار الحداثة الغربية على النتاج الفكري العربي الحديث تبدو واضحة للكثير من المراقبين، خصوصا في تقرير مفاهيم الحرية والدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذا الموضوع لنسأل عن مدى صدق التصوير الذي عكسه الفكر العربي الحديث والمعاصر لقضايا المجتمعات العربية، كما نحاول فهم ماهية الفكر العربي في ضوء جدلية الأصالة والمعاصرة والأثر الذي سيتولد من حركية الصراع بين ثنائية التراث والحداثة على محتوى الفكر العربي. في عالم مليء بالأفكار والاتجاهات، فإن هناك من رد كل إيجابيات الفكر العربي الحديث إلى المنابع الفلسفية الغربية التي استقى منها بعض أعلام الفكر العربي فلسفتهم، في حين ربط آخرون الفكر العربي بالفكر الإسلامي وأنه لا وجود له إلا إذا ارتبط بالإسلام، مع ما امتاز به الفكر العربي من سمات وميزات مهمة. يمثل الفكر العربي منظومة متكاملة في أبعادها بما يحتويه من تراث خصب في مختلف جوانب حياة الإنسان والمجتمع من علوم وثقافة واجتماع وسياسة وأخلاق. هذا النتاج الحضاري الذي أسهم كثيرا في صياغة مفاهيم كثيرة في الفكر البشري الحديث، لعل أبرزها المنهج العلمي التجريبي. ما قدمه بعض المفكرين العرب من أطروحات جادة في مجال نقد العقل العربي من خلال التراث يحدوهم هاجس تفكيك مكونات هذا العقل وهاجس التجديد والحداثة وقراءة النص التراثي قراءة مغايرة جديدة، مع محاولة توظيف مناهج حداثية وطرح إشكاليات أكثر حداثة لتشريح هذا التراث على وفق أطر التفكير المنهجي والنقد. قد تبرز دعوة من يرون أن الفكر المستورد يجب محاربته في وطننا العربي بالحرص على التراث الأصيل ومنع الأفكار الآتية من الخارج، لأن فكرنا ينبغي أن ينبع من داخلنا ومن تاريخنا ومن ماضينا وتراثنا، وهذا الحرص يمثل هدفا نبيلا، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل الأفكار المستوردة ضارة ينبغي تجنبها، بل إن فيها ما هو نافع ومفيد. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين عبر سكايب من مدينة بون في ألمانيا، الأستاذ نبيل شبيب الباحث في قضايا الفكر والسياسة، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا من بون أستاذ نبيل، في المرحلة التي تبعت خروج القوات العسكرية للمستعمرين من الدول العربية، وهذه مرحلة مضى عليها عقود، هل يمكن القول خلال هذه المرحلة وما نتج عن في العقل العربي من قضايا فكرية من نتاج من محتوى، هل يمكن القول إن الفكر العربي تعتريه قضية الترف التنظيري أكثر، أم أنه كان إلى الواقع أكثر تمسكا وأكثر قربا؟ يعني الحقيقة أن الفكر بشكل عام لا نستطيع أن نحدده بتاريخ معين بدأ باليوم الفلاني واستمر حتى اليوم الفلاني، إنما هو انسيابي، الانتقال من مرحلة إلى مرحلة هو انتقال انسيابي، بالتالي الفترة التي سبقت خروج الوصول المستعمرين إلى بلادنا العربية والإسلامية، الواقع هذه الفترة شهدت تطورا في الفكر العربي، أو في تلك الفترة بحكم الدولة العثمانية الفكر الإسلامي عموما، فكان هناك الواقع تطور تدريجي، هناك يمكن أن نحدد ثلاث مراحل في هذه منذ ذلك الحين.
في الفترة الأولى كان هناك مثلا الطهطاوي، الأفغاني، الكواكبي وغيرهم، وكلهم كانوا يناقشون الواقع، السلطة، وضع السلطة، جهاز الحكم القائم في هذه البلاد. ثم جاء الواقع قاسم أمين، محمد عبده، وشاركهم الطهطاوي أيضا في فترة. الواقع كان هناك الآن تعرض إلى التراث والحديث عنه والعقلية التي تتعامل معه، وفي فترة متأخرة الآن حديثا يمكن أن نقول هناك أسماء أخرى تتحدث عن الجانب العقلاني إذا صح التعبير، يعني لها صيغة جديدة، مثل مطاع صفدي، الجابري، أركون، نصر حامد أبو زيد وسواهم. إنما نلاحظ في هذا الموضوع بشكل عام بأن هناك انفصام باستمرار ما بين فكرين لا يقف فقط عند حدود الاختلاف والحوار المطلوب وطرح أفكار متبادلة والتلاقح بين هذه الأفكار، وإنما كان هناك إلى درجة الصراع بين الطرفين. فنحن عندما نذكر هذه الأسماء نجد الواقع أن هناك إهمالا لأسماء أخرى عندما يتحدثون عن الأصالة والمعاصرة والحداثة إلى آخره، تذكر الأسماء التي ذكرتها، أما نادرا ما تذكر مثلا أسماء أخرى مثل شكيب أرسلان وحديثا عبد الوهاب المسيري، منير شفيق، محمد عمارة. إذن هناك تياران فعلا، ولكن عندما نعمم الكلمة بالفكر والفلسفة إلى آخره نجد أنفسنا من خلال ما يركزه الإعلام، من خلال ما يركزه دور النشر، يركزون الواقع على طرف دون طرف آخر. إنما الفكر بدأ منذ ذلك الحين، وللأسف هناك جانب آخر مهم جدا الذي نلاحظه في هذا الأمر، أن القضايا، هذه القضايا العربية والتي طرحت منذ خروج المستعمر حتى الآن كانت تطرح بعمق شديد إذا صح التعبير، يعني بمعنى المبالغة في قضية الجانب التخصصي في هذا الموضوع، إلى درجة بقي النخبة التي انتشر تعبير البرج العاجي عنها، وبقي هناك الناس الذين يتعلقون بحياتهم المعيشية. الحياة المعيشية هي التي تحتاج الواقع إلى حلول، هذه الحلول بقيت بعيدة، يعني فكرية منفصمة أيضا، في انفصام واضح عن واقع العرب وما يعانون منه وما يواجهه من قضايا. هل هذا الانفصام الذي تحدثت عنه أستاذ نبيل، هل هذا الانفصام الذي تحدثت عنه كان سمة لبعض المفكرين، أم يمكن أن يقال أنه سمة للفكر العربي الحديث؟ لا أقول سمة الواقع إذا صح التعبير للفكر الذي يدعو إلى الحداثة ويبالغ في ذلك. يعني أذكر مثلا عندما استضاف معرض فرانكفورت للكتاب عام 2004 دور النشر العربية كضيف شرف، الواقع كانت هناك شكاوى من بعض المشاركين، على سبيل المثال أركون، الواقع الذي كان كتب في ذلك يقول بأن الكتب التي تنشر بهذا الفكر لا تبيع على امتداد الوطن العربي أكثر من بضع مئات من النسخ فقط المطبوعة، أن هناك عزوف. العزوف الواقع ناتج عن عدم فهم ما يطرح عليهم، أو على الأقل أن هذا يتحدث من باب آخر بعيد. في الوقت الذي كانت كتب التراث تباع يعني طبعة بعد طبعة بعد طبعة بألوف النسخ أو أكثر، عشرات الألوف أحيانا، فهناك الواقع نوع من عدم التواصل المباشر مع قضايا العالم، عدم النزول من البرج العادي إلى الواقع العملي الذي يعيشه الناس، هذا الذي أدى إلى هذا الانفصام. لكنك في الجزء الأول من الحديث أستاذ نبيل ذكرت مجموعة من الأسماء، من بينها أسماء يعني دعت إلى الحداثة وركزت على الحداثة ودعت إلى الانفصال بشكل أو بآخر عن التراث، أو إعادة قراءة التراث قراءة حداثية إذا صح التعبير، من ذلك نصر حامد أبو زيد. يعني في هذا السياق، يعني كيف نقدم الفكر العربي الحديث في 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 سياق النتاج الفكري الذي تحدث عنه عدد من المفكرين العرب، بدءا من رفاع رافع الطحطاوي بعد عودته من فرنسا، وصولا الى الاسماء الاخيره التي ذكرتها؟ يعني هذا دائما الواقع يتعلق بالوضع السياسي القائم. عندما كانت هناك في الفتره الاخيره من الدوله العثمانيه، كان هناك الواقع يعني نوع من ردود الفعل عليها وعلى طريقة الحكم التي وصلت إليه في السنوات الأخيرة من عمرها. هذه ردة الفعل هذه جعلت كثيرا من الأسماء ينتقد الفكر القائم المرتبط بالتراث، وكان هناك ترويج له أيضا عندما دخل الاستعمار. نحن نعرف أن حركات
القومية سواء التركية التورانية أو العربية، القومية الواقع إلى حد ما وجدت استضافة، وجدت نوع من الدعم الخارجي في الدرجة الأولى، ثم بدأ في الداخل بعد أن خرج الاستعمار وبقيت الواقع الجهات التي مرتبطة بفكر الدول الاستعمارية أو السائد في الدول الاستعمارية، وهذا جعل نوع من الترويج لأفكار ولأسماء أكثر من أسماء أخرى. ولذلك ذكرت أنه أحيانا مثلا عندما نذكر بالفكر نذكر الطهطاوي، قاسم أمين، أركون، حسن حنفي، زكي نجيب محفوظ، الآخرين الواقع لا يذكرون رغم أنهم كانوا معاصرين، شكيب أرسلان، عبد الوهاب المسيري، منير شفيق، محمد عمارة وأمثالهم. نعم. فكان هناك نوع من الإهمال المقصود وليس، بينما الكتب إذا نظرنا إلى عايرنا الكتب مثلا كتب عبد الوهاب المسيري ولا منير شفيق ولا حتى محمد عمارة أيضا، يعني رحم الله من توفي منهم، هذه كانت تباع بعشرات الألوف من النسخ أيضا، يعني كان هناك إقبال عليها، هي أقرب إلى عامة الناس والذين يحتاجون إليها في مواجهة القضايا، بينما العكس الكتب التي يروج لها ليست على هذا. هذا يقودنا إلى السؤال عن مدى تعبير الفكر العربي عن حاجات المجتمع العربي، وهنا أسأل الأستاذ غسان معنا في الخرطوم. أستاذ غسان، لا شك أن للعرب خصوصا في العصر الحديث نشأت وظهرت حاجات اجتماعية، سياسية، فكرية، اقتصادية. الفكر العربي بالنتاج الذي قدمه على مدى العقود الماضية، إلى أي مدى عكس وعبر عن هذه الحاجات بعمق بحرارة؟ شكرا أستاذ إيهاب، شكرا لضيفك الكريم. أهلا وسهلا. يعني الحديث حول موضوع الفكر العربي نفسه هو كان تجال قديم. أنا أعتقد أنه إذا أردنا أن نرجع لنقطة بداية هذه، يعني تخلق هذه الثنائية ما بين موضوع الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي، ليس فقط في العصر الحديث، أنا أعود بهذا الأمر منذ عصر الترجمة، منذ المامون، يعني حينما وجد الفكر العربي نفسه أمام تحدي معرفة قادمة بلغة أخرى بطبيعة الحال بطبع ثقافة مختلف. لذلك يمكن أن نعود إلى بداية هذه يعني تشكل هذه الثنائية التي كانت عندها تمثلات حتى في التراث. إحنا عندما نسمع صراع العقل والنقل هو أيضا بشكل من الأشكال صراع الأصالة والمعاصرة، حينما نتحدث عن علوم الأوائل والعلوم الأصيلة هذا أيضا شكل من أشكال صراع الأصالة والمعاصرة. بالإشارة إلى سؤالك أنه هل استطاع الفكر العربي أن يعبر بوضوح ومباشرة عن طبيعة المشكلات التي يعانيها أو تعانيها الشعوب العربية، أنا في تقديري أنه في لحظة ما جرى انفصال كبير ما بين يعني الطاقة الفكرية القادرة على التنظير والتأسيس ورسم معالم المشكلات وما بين الفاعلين المعنيين بممارسة هذا التغيير. أنا في تقديري أنه الانفصال ما بين الفكر والعمل هو الذي دفع للبعض بالقول أن ثمة تنظير في فضاء خارج فضاء مشكلات الشعوب العربية، لأنه كانت في وقت السابق في تاريخنا العربي الإسلامي هذا الاشتغال السياسي يستند استنادا مباشرا على فاعليات المثقفين. لذلك كان الجاحظ منتجا سياسيا بخلاف إنتاج الأدبي، كان ميسكوي في لحظات أيضا فاعل. حينما جرى الانفصال بين من ينتجون المعرفة وبين المعنيين بالفاعلية السياسية بات الفكر غير قادر على مخاطبة المشكلات يعني بشكل أو بصورة ذات طبيعة وظائفية. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه حينما نتحدث عن طبيعة الفكر العربي أنا في تقديم كما قال ضيفك الكريم من بون أن ثمة طبائع للفكر العربي، ليس ثمة فكر عربي واحد. حتى حينما نتحدث حينما يأتي الحديث عن جملة المشاريع الفكرية التي على الأقل في القرن العشرين نشطت لتجيب عن سؤال التأخر ولتحاول أن تقدم إسهامها في معنى التقدم المطلوب في الشعوب العربية، أن كانت هذه المشاريع نفسها تصطدم بعدة عقبات، من ضمنها أن المرجعيات التي استندت عليها كثير من المشاريع كان بعضها يعتقد أننا نحتاج إلى قطيعة تامة مع التراث حتى نستطيع أن نحدث تغييرا إيجابيا في المجتمعات، كانت هذه المشاريع تغريبية بالكامل. الآخر أو مفكرين آخرين اعتقدوا بأننا علينا أن نعود بالمطلق إلى هذا التراث، وهذا تلخص عبارة
الدكتور الجابري، هي عبارة ذكية في العلاقة مع التراث. يقول الجابري أنه هذا التراث لا نستطيع الفكاة منه، هو التراث الإسلامي العربي هذا، لأنه يعيش فينا ونعيش فيه حتى في اللاوعي. وبالتالي أي مفكر يريد أن يقدم رؤية لإصلاح المجتمعات العربية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بطبيعة الحال، ينبغي عليه أن ينشئ قناة للاتصال مع التراث العربي تتسم ببعدين كما يقول الجابري، الموضوعية والعقلانية. هذان الشرطان غابا في كثير من المشاريع. أحيانا لما نتكلم عن الطهطاوي ونتكلم على عبده محمد عبده يعني وعلى الأفغاني، ينبغي أن نميز أنه لم يكن هناك مشروعا فكريا للأفغاني. الأفغاني كان فاعلا سياسيا أكثر منه منظر. حتى موضوع الجامعة الإسلامية والعودة إلى التعريب هي كلها كانت بطبيعة إجرائية. محمد عبده انكفأ على مصر بدرجة ما، وبات يقول الإصلاح يبدأ من إصلاح المؤسسات التعليمية والدينية. الطهطاوي كان ابن الصدمة، لم يقدم فكرا حتى نستطيع أن نقول أن الطهطاوي يعتبر أنا أقول أنه في كثير من الأسماء تتحرك في مخيلتنا ونعتقد بأنها ذات مشاريع. أنا في تقديري أنه المشاريع الفكرية بدأت بالفعل حينما انتبه مفكرين من أمثال، يعني ضيف الكريم أشار إلى أرسلان، شكيب أرسلان صاحب نقول بالعبارة يعني صاحب هذا الصك، هو من فك سؤال التأخر، هذا أمر حقيقي، وهو من أراد أن يبترع يعني طريقا ما للإجابة عن سؤال التأخر، كان الشغال هنا الإجابة عن. طيب هنا يعني هذا الحديث متصل بما يعني تحويه المدونة الفكرية وخصوصا في السنين الأخيرة من الدعوة إلى التجديد، دعوة لا تتوقف عن تجديد الفكر العربي الحديث. أستاذ نبيل، يعني ما بواعث هذه الدعوات وما طبيعة التجديد المدعو له؟ يعني أصلا نحن الواقع مختلفين في معركة مصطلحات صحة التعبير. يعني عندما نذكر التجديد هناك من يقول إن التجديد هو الأخذ بالجديد فقط، بينما هناك التجديد هو إزالة الشوائب عن القديم وتجديده مجددا. يعني لابد الواقع أن نحدد مصطلحاتنا التي نستخدمها أثناء الكلام في هذا الموضوع حتى لا يعني نفهم بشكل آخر غير الذي نقصده عندما نقول عبارة معينة. أنا أعتقد أن الواقع المشكل، أنا لم أستطع أن أسمع كل الكلام الذي قاله الزميل العزيز الأستاذ غسان، فإذا كررت أو عارضت أرجو أن يراعى ذلك، لا يصلني الصوت بوضوح. يعني هناك الواقع نعم أكثر من مرحلة التي كان فيها مثلا الأوائل الطهطاوي الأفغاني الكواكبي، الواقع هؤلاء عالجوا جهاز الحكم، لم يعالجوا الفكر بمعنى معين، وإنما هذا انتقل في مرحلة تالية من الأسماء التي ظهرت، منهم محمد عبد القاسم أمين إلى آخره من الأسماء المختلف عليها أو المتفق عليها. يعني هنا لا ليس هنا المشكلة، فنجد الواقع أن هذا التجديد بهذا المعنى، الواقع قد ساد فكر آخر، قد ساد فكر الإسلاميين يسمونه مستوردا من الخارج، هناك تأثير غربي أكثر مما ينبغي على المفكرين الذين طرحوا هذه الأفكار. يعني كل يطرح شيء، وهناك الواقع قضية العلمانية التي لعبت دور من خلال السياسة. نحن الواقع إلى حد كبير دخلنا المعركة الفكرية من بوابتها السياسية، فأصبح هناك صراع وأصبح المفكرون أنفسهم جزءا من هذه المعركة. هناك إشكالية سياسية تحت تأثير علاقة الدولة بالمواطن بالأقليات، هناك العلاقة بين الشرق والغرب، هناك العلاقة بين العروبة والإسلام، هناك العلاقة بين الدين والدولة، هذه التي تعرض لها المفكرون أصبحوا يمارسون من الناحية الواقعية السياسة بطريقة غير مباشرة. يعني يكتبون أفكارهم وعينهم على الوضع السياسي القائم أو المعركة السياسية القائمة في مرحلة من المراحل، بالتالي لم يكن فكرا خالصا إذا صح التعبير. يحضرني هنا كلمة لمنير شفيق في أحد كتبه، يقول إن الإشكال في نهج الحداثيين عند تقديم الغرب أو الحداثة الغربية لبلادنا أنه يفتقر إلى الدقة التاريخية والفهم الصحيح للغرب نفسه حيث نشأت تلك الحداثة. بالتالي الواقع لم يكن هناك
فكر مجرد يطرح كنظريات وكأكيد على صحتها أو سلامتها ودراستها، وإنما كان يطرح إلى حد ما فكر يرتبط بالوضع السياسي القائم، فاختلت الموازين إلى حد لا بأس به. علما بأن كثير من الأشياء الحداثية لا تتعارض لا مع الإسلام ولا مع التراث سميناه التراث العربي أو أي بأي اسم آخر. طيب هنا أسأل الأستاذ غسان، يعني بناء على ما ذكره الأستاذ نبيل وعلى ما تفضلت به قبل قليل، هل يمكن القول أن الفكر العربي، نتاج الفكر العربي في خلال العقود الماضية، حوى معالم مميزة تحوي قدرا من التمايز عن الفكر الفارسي مثلا أو عن الفكر الغربي أو عن أي فكر آخر، أم أنه هو خليط من التلفيقات محاولة لإدخال العرب في العصر الحديث بدون أن يكون هناك معالم محددة لفكر عربي، فكر عربي خالص؟ يعني أتمنى أن يكون الصوت جيد أيضا المرة دي. أفضل. لدرجة كبيرة، أيوة لدرجة كبيرة، أنا في تقديري أنه وأنا عادة ما يعني أمارس حساسية ما حينما أستخدم تعبير الفكر العربي، أنا في تقديري أنه نحن نتحدث عن تراث عالمي نطلق عليه تعبير الفكر العربي. هذا التراث العالمي هو ما ورثناه عن أجدادنا وورثناه، هذه هي تركتنا الثقافة العربية. وبالتالي موضوع يعني بعض الروافد التي تغذى عليها الفكر العربي في لحظاته العالمي، على نشير النهضة العباسية مثلا أو نشير إلى نهضة الأندلس، أو حتى نشير حينما تحولت مراكز الثقافة العربية من الشكل الشوفيني، أي ارتبطت بمدن عربية، إلى حواضر أخرى، هنا تغذت على روافد. وبالتالي لا أستطيع حينما أتحدث عن الفكر العربي أن أسترعيد شخص مثل مسكويت كما ذكرت، لا أستطيع حينما أتحدث عن الفكر العربي أن أستبعد بعض المفكرين الذين هم أساسا عرقيا ليسوا من العرب. لذلك تعبير الفكر العربي هو تعبير عن اللحظة العربية التي هيمن فيها الفكر العربي واستطاع أن يهضم هذه الثقافات الداخلة إليه، هذا تاريخي. لكن في الجديد يعني فيما نعيشه من واقع، على الأقل نقول من القرن التاسع عشر أو من القرن الثامن عشر، حينما بدأت دعوات التجديد، أنت ذكرت حركة قبل قليل، وأنا أتفق مع ضيفك العزيز الصديق فكرة حول أنه أحيانا يراد بالتجديد ما يعني تخليط، يراد بالتجديد إنكار، يراد بالتجديد تخلص، يراد بالتجديد تخلي عن الهوية نفسها، هويتنا الثقافية العربية مثلا. أنا في تقديري أنه طرح سؤال التأخر هذا الذي هو محور فاعليتنا في النقاش الآن، طرح بشكل سياسي، وبالتالي أريد له حينما طرح بهذا الشكل أن يقدم إجابات عاجلة. هذا الأمر واضح عند الأفغان، هذا الأمر واضح عند محمد عبده، هذا الأمر واضح حتى عند المتأخرين منهم أحمد أمين وغيره وغيره. لكن أنا في تقديري حينما بدأت مشاريع تفيد الثقافة العربية من المغرب العربي، وأنا هنا أشير بالشكل إلى الجابري والعروي، وأشير إلى يعني أسماء ما قبلهم وكذا، وأركون وكل وهشام دعيت يعني تقاسمت مشاريع النهضة الثقافة العربية منهجين أو مرجعيتين. مرجعية ولا بد أن نعترف أنها كانت مرجعية الثقافة الفرنسية التي هي عندها أسئلة تخصها فيما سؤالك النهضة ومسؤول سؤال التقدم وكذا، ومرجعية أخرى في المشرق الذي نعيش فيه كان انشغالا أكثر بشغالا إجرائيا، أي كل أغالب المشاريع التي حتى جاسم أمين وحتى الأسماء التي طرحت كانت تعتقد أنه فقط إذا استلفنا بعض مظاهر تحرير المرأة فهذا يعني أننا ننتج مظهرا حداثيا للثقافة العربية، وهذا معنى ابتدائي لم يعني لا ينظر إلى الظاهرة الاجتماعية بشكل كلي. لما نجي مثلا عند محمد عبده يعتقد إصلاح التعليم يكفي بأنه يعني كان واحدة من مشكلات مشاريع النهضة وواحدة من مشكلات سؤال الأصالة والمعاصرة في المشرق أنها كانت ابتدائية، أي لم تحاول أن تلخص طبيعة ظاهرة التراجع لتقدم إجابات موضوعية. هذا الأمر أضر كثيرا جدا وجعل الباب مفتوحا لدخول بعض ما يسموا بالمفكرين المجددين، وهم في النهاية ليسوا إلا تغريبيين يعتقدوا أن النهضة لا تحدث إلا إن اتبعنا النموذج الغربي. ولذلك كما قال ضيفك الكريم تسربت مفاهيم العدل وتسربت مفاهيم الدولة القطرية الجديدة وموضوع التحرر وموضوع التجديد بآليات عاجزة
بآليات ليست قادرة على إبصار طبيعة المشكل في مظهره الكلي. لكن حينما نجد مشاريع كبرى أرادت أن تجيب على سؤال التأخر، هي أول ما انتبهت إليه وكان هذا انتباها ذكيا، أنه لا مهما ولا إمكان لتغيير الثقافة العربية دون الاعتراف بأن هذا التراث لا يمكن أن نضعه في المتاحف. هذا التراث جزء أصيل من مكوننا، هذا التراث هو وعينا وهويتنا التي لا نستطيع الفكاك عنها. ولذلك أي مدخل لابد أن ينطلق من لا علاقة لا إمكان لتحويل أو لتغيرات إيجابية في المجتمعات العربية على كل الصعود إلا بعلاقة صحية مع التراث. التراث هي التراث نقطة مركزية في هذه الحلقة، التراث والحداثة وعلاقة الفكر العربي الحديث بهما، هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة إن شاء الله. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن جدلية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث. أستاذ نبيل، في قضية التراث العربي غني حقيقة بالقيم السياسية الأخلاقية الحضارية، لكن ربما يكون الجانب الأخلاقي أو البعد الأخلاقي طاغيا في الحضارة العربية، وربما يكون هذا الأمر مفهوما بسبب الحضور الكبير للشريعة الإسلامية في حياة العرب سابقا. لكن الآن السؤال المعضي هو كيف يمكن استحضار هذا التراث، التراث العربي، والنهل من معينه القيمي في الوقت الذي في نفس الوقت وسط تحديات تفرضها ثورة المعرفة في الغرب، وهي ثورة كما تعلم مشبعة بالقيم المادية، كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ يعني أولا قضية القيم والأخلاق الواقع هذه أشياء مطروحة في الوقت الحاضر أيضا في كل مكان، إنما هناك الالتزام أو عدم الالتزام بها. القيم والأخلاق جزء من الإسلام وجزء من كل حضارة إنسانية حقيقية تريد أن تخدم الإنسان، بالتالي لا نستطيع أن نقول بأن الفكر العربي ونفصله عن الفكر الذي يتعلق بهذه القيم. لكن ثمة نقطة أستاذ نبيل، معذرة، صحيح أن هناك حديثا عن الأخلاق حتى في الغرب، لكن المفهوم الأخلاقي في الغرب مفهوم مرن، بمعنى أن الأخلاق متغيرة تبعا للمنجز العلمي والتكنولوجي القادم، غير في أصول الأخلاق حتى في الغرب. نعم، أنا لا أقول هي متشابهة ولا أقول هي متطابقة. منظومة القيم والأخلاق في الغرب تختلف اختلافا جذريا عن منظومة القيم والأخلاق في بلادنا أو عند شعوبنا وفي تاريخنا عموما، بالتالي هناك الواقع عدم توافق في هذا الأمر، لكن هناك نقاط التقاء في بعض العناوين وفي بعض المضامين. إنما أريد أن أرجع إلى كلمة المصطلحات، نحن نختلف الآن على الكلمة، من أحد أسبابها هو الاختلاف على المصطلحات. نقول الأصالة والمعاصرة، نقول التراث والحداثة، نضع كل شيء من هذا على جانب، رغم أن هناك الواقع تطور كبير في فهم هذه المصطلحات. يعني نأخذ الحداثة مثلا والأصالة والحداثة، الحداثة الواقع نشأت إذا صح التعبير بذورها الأولى في القرن 17 واستمرت حتى الآن بتطور متواصل. نأخذ الذي كان يقول في القرن 17، الأصالة أن يكون الإنسان أدق تفكيرا مبتكرا لإبداع لم يعهد إليه قبله أحد، فهو يربطه بالإنسان نفسه ويربطه بالإبداع إلى حد كبير. كلمة الأصالة، كلمة الأصالة عند هايدغر وهو من القرن 20 وليس من القرن 17، الواقع يقول هي الأفكار والعواطف الصادرة عن صاحبها، يعني ليست قضية لا تاريخ ولا قضية فكر. بالتالي هناك فهم آخر. إذا نظرنا لمحمد عابد الجابري، يعني وهو أقرب الفلاسفة العرب المحدثين إلى التوفيق ما بين الجميع، نجد أنه
رصد في ندوة التراث وتحديات العصر كانت في بيروت، ثم دخلت في كتابي في كتابي إشكالية الأسارة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث إذا صح العنوان في ذهني. يعني هناك الواقع كان هناك ثلاثة خيارات عنده، خيار يعني رصد وليس هو ما يوافق أحدها. يقول هناك خيار يتبنى النموذج الغربي بوصفه نموذجا للعصر فرض نفسه انتهى الأمر. هناك خيار آخر يستعيد النموذج العربي الإسلامي ولكن الذي يحاكي النموذج القديم كما هو أيضا انتهى الأمر، بينما الخيار الثالث يتبنى الانتقائية بالأخذ بأحسن ما في النموذجين معا والتوفيق بينهما في صيغة واحدة. إذا هناك خلاف حتى في قضية يعني الأصالة المعاصرة التعامل مع التراث إلى آخره، علما بأن قضية الحضارة قضية البناء قضية الثقافة قضية كل هذه القضايا الواقع لها علاقات انسيابية ببعضها بعضا، لا يمكن أن نفصل بينهما، لا يوجد قطع ميكانيكي على حد تعبير علي المخلبي في هذا الموضوع بين حضارة وحضارة ونموذج ونموذج. هناك حضور للثقافة العربية الإسلامية في التاريخ الثقافي الأوروبي منذ نشأته الأولى، أي حضور مؤسس ليس حضور مؤقت. هناك الواقع علاقات يعني نرجع إليها أيضا بين الهنود والإغريق منذ البداية، المؤرخ البيروني يتحدث عن ذلك حديثا واسع المدى عن العلاقات والتلاقح العلمي والفلسفي بين الهنود والإغريق. أيضا ديوران في كتابه قصة الحضارة يتحدث عن الهند وجيرانها. نحن نعلم أيضا عندما بدأت الحضارة العربية الإسلامية في النشوء الواقع في عهد المأمون كان هناك عادة ترجمة، الواقع من كان هناك أخذ من الجهات الأخرى يعني الحضارة. فليس هناك الواقع هذا الفصل المطلق بين أمرين، نحن يجب أن نتعامل مع الأصالة والمعاصرة وأن نتعامل مع التراث والحداثة دون تشنج، بمعنى أن نأخذ هنا المفيد وأن نأخذ هنا المفيد. كثير من الأشياء الحديثة أصبح الغرب يعني ينكرها ويرفضها كثير من المفكرين الغربيين، لذلك نشأ فكر ما بعد الحداثة بعد أن كانت الحداثة هي المسيطرة. إذن هناك الواقع نوع من التقبل لكثير من الأمور ونوع من التطور الذي يمكن أن يؤدي إلى الاستغناء عن أمور كانت قبل فترة وجيزة مقبولة عند الجميع، ولا ينبغي الواقع التشنج في الحديث عن هذا الأمر أو ذاك الأمر، وإنما يجب الأخذ من التراث وليس بتسميته تراثا يؤخذ منه ويترك. يجب أن نميز بين الأشياء الأساسية جدا في فكرنا العربي أو في ديننا أو في يعني علاقتنا بالإسلام المباشرة، الواقع أشياء ثوابت لا نستطيع الاستغناء عنها، لا نقول أنها ثابت خدمة الإنسان على سبيل المثال، العدل على مستوى الإنسان، الكرامة على مستوى الإنسان، هذه ليست أشياء يؤخذ منها ويترك. أما الأشياء التي يؤخذ منها ويترك هي اجتهاد المفكرين، نحن نسميهم المجتهدين فيما بعد، الاجتهاد بالرأي الذي يمكن أن يبنى على أشياء ويصل إلى نتائج صحيحة أو غلط، فيمكن هنا المراجعة بشكل عام. فليس كل التراث يؤخذ كما هو وليس كل الحداثة تؤخذ كما هي. نعم. الحداثة يشكو منها من طبقوها في الغرض في الوقت الحاضر شكوى كبيرة. طيب سيد غسان، يعني في الحديث عن أسس أو منابت الفكر العربي الحديث ثمة تياران رئيسان يتصارعان الرؤية في هذا الأمر. هناك من يقول بأن أسس هذا الفكر بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر حينما استيقظ العرب على جمود هائل لفهم طوال العقود بل ربما القرون الماضية، وكانت حملة نابليون عام 1798 كانت أول اتصال للعرب بالحداثة بالعصر الحديث، بينما يرى فريق آخر بأن هذا الأمر أقدم من ذلك وإنما يعود إلى المؤرخ والمفكر العربي الإسلامي الكبير ابن خلدون، وهذا تمييز مهم جدا ينشأ عنه مسار آخر مختلف. أي الفريقين خير وأكثر صوابا برأيك؟ نعم، يعني إلى حد كبير تمييز لحظات البدايات هو أمر شديد التعقيد، لكن بعض التيارات كما تفضلت حضرت الأستاذ جهاد أنها تعتقد أن الحملة الفرنسية يعني كان قدوم الحملة الفرنسية هو يعني إيقاظ خشن جدا لسبات عميق وقديم على الأقل جغرافيا في مصر يعني ومجاورة وكذا. والعودة إلى ابن خلدون، أنا في تقديري أنه لحظة الأندلس هي اللحظة التي ينبغي أن نعود إليها مرارا، لأنها هي التي كشفت يعني وإلى حد كبير
قدرة هذا الفكر العربي عند ابن رشد الذات على أن يوائم وأن يوافق وأن يكون أكثر مرونة في استيعاب هذا الداخل إليه من الثقافة الإفريقية القديمة. أنا أقول أنه أول انتظام أو أول محاولات التوثيق لعله حينما كتب ابن رشد يعني في مؤلفاته وترجماته عن أرسطو، هو ليس مترجما وليس شارحا فقط، إنما هو من عرض أي أدخل أرسطو والفلسفة الإغريقية القديمة في سياق الفكر العربي. حينما يقول فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة قال، هذا كتاب مركزي عند ابن رشد. من هنا كانت اللحظة أعتقد التي يعني اكتشف فيها الفكر العربي أنه أمام تحدي حضاري كبير. فكرة أن نناصر تيار هنا وتيار هناك هي فكرة يمكن تكون مفيدة للتحقيق، لكن ابن خلدون عمليا لأنه تم استيعابه في الذهن الغربي باكرا يعني رفقة آخرين يشار إليه. أنا لست لا أناصر هذه المدرسة ولا هذه المدرسة، أنا أريد أن أعود إلى لحظة الأندلس، هذه اللحظة وبالذات أعود إلى ابن رشد. ابن رشد الذي غيب سنين طويلة داخل الفكر العربي، ولم يعني الإشارة التي تمت ابن رشد في الكتابات المشرقية على الأقل، وأنا أقيم فرقا ما بين المشرقي والمغربي في الثقافة العربية، كان سلامة موسى، لحظة الأمر قريب جدا بالمناسبة، سلامة موسى حينما يتذكر العرب أن ثمة شخص يسمى ابن رشد. لذلك البداية أو المشروع الذي اشتغل عليه ابن رشد في محاولة، حتى أنت ذكرت عبارة الأخلاق قبل قليل بالمناسبة ودي ملفتة تماما، يعني حتى على مستوى الأخلاقي حينما نقرأ لابن رشد ليس فقط المقال، وإنما يعني مناهج كشف الأدلة، وحينما نقرأ ابن رشد محاولاته في التفسير، وحينما نقرأ ابن رشد ترجماته لأرسطو، فنكتشف أن ابن رشد أراد أن يميز ما يلزم تسميته بالأرب إيتكس أو بالأخلاقيات العربية التي تتصل بالتراث، وفي نفس الوقت ليست في قطيعة مع هذا الحداث القادم إليها من الحضارة اليونانية القديمة. لحظة ابن رشد التي غيبت هي التي جعلت غالب مشاريع النهضة أو غالب مشاريع العلاقة مع التراث تتعثر، الذي أعاد التقاط ابن رشد مرة أخرى كان الأستاذ الجابري. لذلك حينما نقول الجابري كان أكثر أصالة في التعاون مع التراث، وأنا أتفق مع بيتك الكريم الصديق العزيز حينما قال أنه ليس ثمة التراث كامل نأخذ منه، أي نأخذ كل التراث، وليس ثمة حداثة نأخذها بالكامل. لذلك وضع الجابري هذان شرطان، شرط المعقولية والعقلانية. حينما يقول معقولية يريد أن يقول أن في هذا التراث أننا نحتاج مبدأ أن نعيد علاقتنا بهذا التراث عبر إعادة فهم هذا التراث. ليس كل ما في التراث يمكن أن يكون صالحا، وحينما نتحدث عن العقلانية حينما نداخل هذا التراث، هذه الهوية التي نحملها بما هو جديد عليها وهو حداثي عليها، ليس بالإمكان أن ندخل عليها تجربة غربية كاملة لها شروط التي نشأت فيها. ولذلك الجابري يقول عبارة غاية الذكاء، يقول حينما تعاطى مناهج غربية لأفهم تراثي فإنني لا أستخدم هذه المناهج باعتبارها قوانين، أنا أستخدمها باعتبارها أدوات، لأنه إذا استخدمتها باعتبار قوانين فأنا سأقحم نتائج الظاهرة الغربية في الثقافة العربية. لكن حينما أستخدم أدواتها فقط فهذا يسمح لي بأن أنتج نتائج مختلفة عن ما يسمى بالحضارة الغربية، وبالتالي منتجات مختلفة. لذلك رفض العلمانية واعتقد بأنها ليست إلا صيحة كذوبة. طيب أستاذ غسان، يعني أنت تحدثت عن مسألة الهوية، وقد مهدت لسؤالي اللاحق الذي سأحيله للأستاذ نبيل في قضية الاستمداد. أستاذ نبيل، ثمة جدل لم يحسم حتى الآن، هل ينبغي أن نستمد من الحداثة حتى نكون أبناء عصرنا في إثراء وتغذية الفكر العربي؟ الحديث أم أنه ينبغي العودة إلى الأصالة وإلى التراث؟ هذا الجدل لم يحسم حتى الآن، وهذا الصراع ما زال دائرا ربما منذ رحلة رفع الطهطاوي إلى فرنسا وتأليف كتابه تخليص إبريز من تلخيص باريز كما ألفه. يعني لم يحسم حتى الآن هذا الجدل. برأيك هذا الصراع على عملية الاستمداد في الفكر العربي الحديث إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الهوية والشخصية العربية؟
يعني في اعتقادي بأن هذا الصراع الفكري لن يحسم على الإطلاق، ولم يحسم من أقدم الأزمنة. يعني عندنا من أيام أرسطو وأفلاطون على طرفي نقيض، عندنا فيما بعد أيضا في فترة التنوير كانت أكثر من أطروحة، الآن في أكثر من أطروحة. يعني يجب الواقع أن نعايش هذا ونتعامل معه، ولكن بشكل عقلاني. يعني يمكن أن أطرح صيغتين، إحداهما أرفضها والأخرى يعني أدعو إليها. يعني زكي نجيب محمود على سبيل المثال يتحدث عن التراث وماذا نأخذ منه وماذا نترك، والمعاصر إلى آخره، وأنه كله يجب أن يترك. عند السؤال كيف السبيل إلى دمج التراث القديم في حياتنا المعاصرة، يقول يجب أن نكون مقاييسنا هي طرائق السلوك التي استلزمها العلم الحديث الغربي إلى آخره. فهو يربط رجوعنا إلى التراث بشروط معينة، وهو غير مقبول. نحن نستطيع الواقع في التراث نفسه أن نجد ما فيه الكفاية، إذا صح تعبير التراث هنا، ما فيه الكفاية من المعايير التي نجعلها هذا مقبول وهذا مرفوض. بينما بالمقابل نجد محمد عابد الجابري يقول ماذا نأخذ من التراث لنحقق لفكرنا الأصالة، أو من الفكر الأوروبي لنضمن له المعاصرة. فهناك نوع من التوازن ما بين، لكن الجابري فيما أعلم، أستاذ نبيل، الجابري فيما أعلم يقصر الأخذ من التراث ويرى أن الأصلح في التراث هو فكر وتراث ابن رشد تحديدا، هو الأصلح لكي يستطيع العرب أن يعيشوا مع قيم العصر. أقبل بذلك بحدود تعبير التراث الذي نفهمه على أنه التراث هو اجتهاد المجتهدين أو اجتهاد المفكرين في العصر القديم بناء على عصورهم، بناء على معطيات عصورهم، وهذا يجب تجديده باستمرار ومراعاة العصر ومراعاة ما نعيش في هذا العصر وظهور اجتهاد جديد للأمور التي استجدت. وحتى الأمور القديمة يمكن التعامل معها بتعامل آخر. يعني مصطلحات هي التي تلعب دور هنا. هناك الواقع كثير من الأقوال التي تدعو إلى مثل هذا التعايش. محمد عمارة كان يقول التفاعل مع العصر، محمد رأف السعيد كان يقول الأصالة والمعاصرة، أن يعيش المرء في عصره عارفا على شأنه بأصالته. وهناك أقوال أخرى عديدة، بل قاسم الجزائري مثلا، مولود قاسم يقول الأصالة أن يكون الإنسان ابن عصره مع البقاء على أديم مصره، يعني بالتعبير الأوضح لنا يمكن أن يكون على تراب وطنه. بالتالي الواقع دائما هناك هذا التشابك بين الأمرين معا، ولكن أن يكون هناك توازن سليم ومعايير الواقع مستمدة. نحو بعض الأشياء نبهر بها لأنها تقال من مثلا فولتير، يرددون كلمته باستمرار، كلمة أنه يعني أخالفك في الرأي ولكن على استعداد أن أضحي بنفسي من أجل أن تدافع، أن تقول رأيك. عندنا كلمة أخرى لعمر بن الخطاب معروفة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هذه تدعو إلى الحرية، وهذه تدعو إلى الحرية. التأثر على المستوى الشعبي لا يمكن أن يكون إلا مرتبطا بالتراث، مرتبطا بمع التاريخ، مرتبطا بما هو في وعينا الباطن على هذا الصعيد. لكن حتى لا يغضب المحدثون منا أستاذ نبيل، وهو ليس استدراكا وإنما تصحيحا، يعني ثمة يعني الرواية التاريخية عن عمر بن الخطاب لم تثبت تاريخيا، لأنها يعني إذا ثبتت تقتضي تناقضا، لأنه كان عندهم من العبيد هو. دعني أتحول مرة أخرى إلى الأستاذ غسان. في زحمة الجدال عن التراث والحداثة أستاذ غسان، يعني قد يسأل سائل، هل يملك العرب الآن في هذه المرحلة طرف الاختيار بين الحداثة والتراث؟ ألا يساق العرب اليوم مجبرين، يساقون سوقا على الصعيد الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى الأخذ بأدوات الحداثة واعتمادها في مقارباتهم وحلولهم وطرائق تفكيرهم وعيشهم؟ نعم، إلى حد كبير هناك إحساس عام بأننا نعيش لحظات الهزيمة الكبرى، وبأننا لا خيار لنا. لكن واقع الحال هذا نفسه، هذا الإحساس تعميقه وتجديره هو جريمة. يعني أنا في تقديري أنه طالما يعني هناك إمكانية للحديث عن طبيعة المشكلات التي نعيش وعن محاولة إيجاد حلول لهذه المشكلات، فهذه يعني علامة من علامات العافية. فكرة أنه لا نملك خيار، هذه فكرة عدمية. نملك خيار. الثقافة العربية قوتها هي التي سمحت لها حتى في لحظات الضعف السياسي أن تكون قادرة على الوجود.
أنا أعتقد أنه ليس هناك ثقافة، هذا ليس تعميم، أنه الثقافة التي تستطيع في أحلك لحظات الانهيار السياسي، وهذا ما نعيشه الآن، وفي أحلك وأدق الأوقات صعوبة في أن يكون هناك وجدانا عربيا على الأقل مشتركة تكون قادرة على التعبير عن نفسها، فهذا يكشف إلى حد كبير أنها لا زالت حية ولا زالت تمتلك أن تصنع خياراتها بنفسها. الناس ينظرون عادة إلى المعنى السياسي ويعتقدوا أن يعني هذا التراجع السياسي وهذا الفقر الذي تعيش في المجتمعات العربية هو تراجع معدلات التنمية، وأنا أتفق هذه المظاهر مظاهر لهزيمة، أنا لا أنكر ذلك، لكن يغيب عنه أنه نعلم ما هي الأسباب. حينما يكون يعني الطبيب قادرا على التشخيص فهذا يعني انه يستطيع بشكل او باخر ان يعني يعطي علاجا وان كان طويلا لهذا المريض حتى يفيق. لدينا خيار، لكن الاشكال يعني العقبه الكبرى في تقديم انه حينما حصل وحينما جرى يعني هذا الانفصال ما بين المعرفي وما بين السياسي بدأت المشكلة الحقيقية بالثقافة العربية. إذن الحل يبدأ بأن هذه الابستمولوجيا، هذه المعرفية ينبغي أن تعود مرة أخرى على الأقل لتبني أسسا سياسية واقتصادية تعبر عن ما نسميه الثقافة العربية. يا سيدي قدرة هذه الثقافة أنها لم ترتبط بعرق، أنا من السودان وشخص آخر يقدم من سوريا وشخص آخر من موريتانيا وهكذا. طبعا ممكن يقول لك كل هذه الطاقات غير مفعلة وغير، لكن لا يمكن هذه الثقافة استطاعت بأنها، أنا لا أقول فقط الدين وإنما حتى هويتها التاريخية، أن تظل موجودة حتى في سلوكنا ولواياتنا. الفرصة موجودة وينبغي أن لا نعلم الأجيال الجديدة ونكثر من الحديث حول أنه نحن مهجورين، لا حل لنا، لا إمكان إلا أن نذهب إلى الثقافة الغربية لها التجدية. لا 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 لا، هذا الخطاب نفسه خطاب مغري ومقعد. لذلك الذي تقوم به الآن الأستاذات وآخرين 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 في محاولة استنهاض المعنى المعرفي فهم بطبيعة المشكلات، هذا نفسه دليل عافية على الثقافة العربية، وأنها تستطيع أنها تواجه هذه المشكلة. ويمكن أن يقع شخص سؤال يقول لي طيب المشكلة السياسية حاضرة، المشكلة السياسية نفسها هي جزء من الظاهر الاجتماعي؟ إذن لا يعتقد الناس أن مجرد الإصلاح السياسي يمكن أن يأتي لنا بكل ثمار الحداثة. المشروع كبير، ولا ينبغي أيضا أن نظن بأننا فقط من أحياء وموجودين لنشفى ثمرات هذا الأمر. نعم نعيش فترة تاريخية حينما كان المرض حيا كان قد عانى كل المعاناة، وأنت تعرف التاريخ، هذا الرجل طرد وحرقت كتبه ومنع و و و و إلى أن مات يعني مكلوما، لكن لحظة تظلت حية. نعم طيب نعم. لو أذنت لي أن أختم مع الأستاذ نبيل بدقيقتين من فضلك أستاذ نبيل، يعني ثمت إلى أي مدى يمكن أن نخاف على مصير الفكر العربي، هوية الفكر العربي، تقليدا لما حصل للغراب الذي أراد يوما أن يقلد الحمامة فلا هو نجح في تقليد الحمامة وأنه نسي مشية الغراب، هل يمكن أن يخشى على الفكر العربي بحيث أنه لا يأخذ من الحداثة كما ينبغي وينسى تراثه؟ يعني لا أعتقد بهذه الصورة. الفكر يمكن أن يصعد ويهبط، الواقع يتجاوز موجات، يتجاوز صعوبات، ويمكن أن يقع مخبات من جديد. يعني هذا أمر الواقع مرتبط بالتطور التاريخي على أكثر من عامل، وليس عامل الأخذ من أفكار الآخرين أو عدم الأخذ بها. يعني هذا أحد العوامل التي تكون مؤثرة على استمرارية الفكر ونجاحه وتحقيق أهدافه. ونرجو الله عز وجل أن يعني يستقيم الفكر العربي على ما فيه الخير للإنسان وما فيه خير للعرب وللبشرية عموما، حتى يستطيع أن يحقق الأهداف السليمة ولا ينزلق إلى أشياء الواقع أصبحت بمدرسة الغرب نفسها، كثير من المفكرين ينتقدونها بالحداثة وما بعد الحداثة، يعني ينتقدونها بشدة. لا يصح الواقع أن نأخذ بما ثبت أنه خاطئ لدى الآخرين، هذا أقل درجة كمعيار من أجل تطور الفكر العربي. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام أشكر ضيفي الكريمين، كان من معنا من مدينة بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الباحث في قضايا الفكر والسياسة، ومن العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث
شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.